النهاردة إسرائيل طلع فيها تسريب لوزير الدفاع الحالي يوف جالانت بيقول فيه إن هو هيعمل في حماس نفس اللي حصل بعد حادثة ميونخ 1992. هو قال كده، ده تسريب صوتي، وده سكاي نيوز هي اللي بتقول إن تم تسريب صوتي لي. إسرائيل عندها خطة للقيام باختيالات ضد قادة حماس في الخارج، وهيعملوا كده وقت الحرب أو بعد الحرب، هيبتدوا كده أول ما يتيقنوا إن حماس ما عندهاش رهائن تاني أو الرهائن اللي عندها ماتوا، فهيبتدوا يختالوا قادة حماس كلهم. ده كان مقال أنا كنت ناقشتها مع حضرتك قبل كده، بس الحقيقة إن التسريب ده يدل ليك إن المقالة دي حقيقية. إن أكتر من كده، إن طلعت هيئة البث الرسمي الإسرائيلي تأكد واقعها في منتهى الغرابة. تقولك على فكرة، رئيس الشباب أو رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي طلع أكد. خلي بالك أنا بكلمك على الإذاعة الرسمية، هيئة الإذاعة الرسمية الإسرائيلية اسمها كان. خلاص، رئيس هيئة المخابرات الإسرائيلية أكد إن هم هيبتدوا فعليا استهداف قادة حماس في الخارج. خارج فين؟